centrale nucléaire en France, appelée centrale Tricastine, produit 2,25 de l'énergie nucléaire. Et une autre appelle Graben, en produit 10%. Et donc, quelles sont les deux centrales? Quelle est de ces deux centrales celle qui a la plus grande production d'énergie nucléaire? Et donc, ce qu'on vient à juger, هذه المراكز ديال الإشعاع النووي اللي كينتج بزاف، واش المصنع الأول أو لا المصنع الثاني؟ إذا السلام عليكم الإخوان، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، إن شاء الله غنحاول نديرو التمارين المتبقية ديال الصفحة 26. وغادي نبداو بالطبع بالإكزرسيس نميرو 24. دونك كما قلنا بان عندنا هذا لو سونتر نيكليير فرونس لي سميتو تريستين، اذا نديرو لو سونتر تريكاستي. هذا لو سونتر تريكاستي كينتج لينا جوج على عشرين، جوج على 25 ديال لينيرجي. وعندنا السونتر الثاني اللي سميتو غرافلين، هاد السونتر هذا لو غرافلين، اذا غرافلين سونتر غرافلين كينتج لنا 10%. اشنو معنيتها 10%؟ يعني معنيتها 10 من 100. غادي ندير سامبليفيكاسيون ب 10، غادي تعطينا 1/10. مزيان. دابا هنا باش يمكن لينا نقارنو العددين، دونك غادي نقولو دونك عندنا العددين جوج على 25، غادي نديرو ليها المقارنة مع العدد 1/10. إذا باش نقارنو عندنا جوج ديال الطرق، اما نضربوا جداء الوسطين الطرفين ونقسموا، اولا غادي نديروا لهم ميم دينوميناتور، وهادشي اللي غادي نديروا نحاولوا انهم نديروا ميم دينوميناتور. اذا هنايا غادي نقولوا اون، اذا عندنا بان 50 هو لو دينوميناتور، اعتذر على الكتابة، المهم هو انكم تسمعوا الصوت ديالي، لان باش راه صعيب باش تكتب دينوميناتور كوما. اذا المشترك هذا هو عندهم قلنا 50 هو المقام المشترك، فوالا غادي نقولو الو. اذا غنكتبو الو، الو شنو؟ الو جوج على 25، قلنا 50 هو الكوما، كتساوي لينا 4/5. مزيان، لان 25 ضربناها بجوج، وعندنا 1/10، غنضربوها بخمسة، غتولي الفوق خمسة والتحت 50، إذا 5/10 هي 50. المقارنة ديال العددين، غادي نقارنو، غادي نستنتجو انطلاقا من هاد جوج ديال الأعداد، بأن 4/50 المقارنة مع 5/50، إذا شكون كبير؟ في هاد الحالة عندنا المقام المشترك، إذا اللي عنده البسط كبير هو اللي ناجح. وغادي نستنتجو بأن لو سونتر ديال الكرافتان، لو سونتر ديال الكرافلين كينتج أكثر نسبة ديال الإنرجي نيكلين. إذا إكزرسيس 25، ديتيرميني لو سين دو شاك نومبر سون كالكول. إذا غنحددو الإشارة ديال العدد بدون استعمال آلة الحاسب أو لا بدون حساب. غنبداو بالعدد الأول اللي هو ناقص 4/24. إذا هاد العدد هذا باش نحدد الإشارة ديالو، عندي الإشارة هنايا سالبة، وهذا ما عندوش الإشارة، يعني الإشارة موجبة، يعني سالب مقسوم على الموجب كيعطيني ياش سالب، وغنقول العدد بانه نيجاتيف.
مزيان. غنمشي عند العدد الثاني. اذا العدد الثاني هو ناقص 3.2 قسمه على ناقص 4.52. اذا عدد سالب مقسوم على عدد سالب كيعطيني عدد موجب. اذا هذه اشاره سالبه على اشاره سالبه، هي هذه اشاره سالبه واشاره سالبه، كتعطيني واحد الاشاره اللي هي موجبه، وكنقول بان العدد هو بوزيتيف، اشاره بوزيتيف. هذه ما تنساش انك تابونا معنا في لاشين سكول، عطوك تفعل الجرس ودينا واحد لايك تحفيزي اللي كيهمنا، بغينا الفيديو يطلع رينج. ولك تهتم بمراجعة وليداتك حاول انك تتصل بنا على الرقم التالي لاخذ المعلومات. اذا العدد الثالث عندنا اللي هو ناقص بين قوسين ناقص 4/8. اذا هنايا عندي الاقواس خاصني الرد البال، يعني تتساوي هاد الإشارة ناقص وهاد الإشارة هادي غادي نديرها الوسط، ناقص 4/8. باش نحيد الأقواس إذا كنضرب ناقص في ناقص كيعطيني ناقص في ناقص كتعطيني زائد، إذا زائد 4/8. بما أن العدد موجب إذا الإشارة ديال العدد غتكون العدد موجبة بوزيتيف. غادي نمشي الرقم الموالي اللي هو ناقص، غادي نكتبو لكم هنا ناقص ناقص 50 قسمة على ناقص 40. ديما نحاول أنني ندرس الإشارة ماشي 40 بيه 47، ندرس الإشارة ديال الأعداد اللي كيكونو وسط الأقواس. ناقلين العملية في هاد هي وغيتي دو كالكول. إذا ناقص نحل القول ديالي، عندي ناقص على ناقص كتعطيني زائد 50/57، وبالتالي عندنا هنا ناقص في زائد كتعطيني ناقص، العدد كيبقى 50 بما أن العدد أصغر من الصفر، وبالتالي فإن الإشارة ديال العدد هو نيجاتيف. طيب ننتقل للعدد الأخير اللي هو نحل القوس، ناقص ناقص 3 على ناقص 8. إذا نحيدو الأعداد، عندنا هنايا ناقص على ناقص كتعطينا زائد، هاد العدد كيساوي ناقص، ناقص على ناقص قلنا كتعطينا زائد، كيبقى 3/8. بما أن القوس قبل منه إشارة زائد، إذا يبقى العدد ناقص 3/8، وهنايا غادي تكون الإشارة اللي هي نيجاتيف. ماشي، إذا نمشيو للسؤال الموال. إذا إكزرسيس 26، كيل لو سين دو شاك نومبر؟ عندنا جوج ديال الأعداد أ أو بي، خاصنا نحدو الإشارة ديالو. إذا نبدا بالأ، إذا العدد أ كما كتشوفو هنايا، عندنا المشكل فيه هو ناقص 3 الكل أس 4. حنا قلنا فيما كيكون عندنا عدد بين الأقواس سالب وعندنا الأس ديالو موجب، إذا هاد العدد كيساوي ليا 3 أس 4، لأن الإشارة كتكون موجبة كدوبل، يعني صافي. ما بغيتش انا نقمص بزاف لان باين. نرجعو عند العدد التالي اللي هو ناقص 3 أس 3. اذا بما ان عندي الاس عدد فردي والاساس سالب، اذا هذا غيساوي الاشاره ديالو غتكون سالبه، الاشاره ديالو تكون سالبه وهذا الاشاره ديالو موجب. مزيان، اذا غادي نجيو ندرسو الاشاره. واخا عندنا سيدي هذا العدد كامل، عندي هذا موجب ها هو زائد موجب، قلنا هذا موجب ها هو موجب، وهذا عدد موجب. مزيان، اذا موجب 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 غادي يعطيني الخارج ديالي فوق موجب. مزيان، دابا غندرسو الاشاره في الاسفل. عندنا هذا موجب، عندنا هذا سالب، وعندنا هذا قلنا سالب. اذا هنا الموجب السالب كيعطينا السالب، والسالب السالب كيعطينا موجب. جيد، اذا اخر اشاره العدد كيديرها موجب، اذا العدد بوزيتيف. اذا بنفس الطريقه اللي تعاملنا مع ا تعاملوا مع ب، اذا الاساس عندنا هنايا غادي نخدموه مباشره صافي، باش ما نعاودوش نفس التكرار. اذا عندنا هنايا الاساس سالب والاس فرضي، اذا العدد غادي يكون سالب.
مضروب عندي هنايا ناقص هو لي اس اثنان، اذا هاد اس اثنان راه ما كايناش على ناقص، راه كاين على العدد، غيبقى ليا ناقص 8. اذا هاد العمليه هادي عندي ناقص 4 اس اثنان الكل اس 3، قرينا الاس حنايا غادي نحاولوا، اذا كتساوي هي ناقص 4 الكل اس اثنان في 3، هادشي قرينا الاس، اذا كتساوي هي ناقص 4 اس 6، اذا عندي الاس الزوجي وبالتالي بحال اللي كنقول 4 اس 6، اذا هنايا زائد. راه كاين هذه الحاله تقد تكون ناقص، علاش؟ لان هذا الناقص هذه ما داخلاش مع اس 2، ولكن ما علينش، اذا هنا زائد. هنايا عندي اس 2 يعني الزوجي والاساس سالب، اذا هنايا موجب ماشي. غادي نجي لتحت، عندي هنايا عدد موجب، عندي هنايا عدد سالب اس ديالو فرضي كما عطاني سالب، عندي العدد هنايا اصلا موجب، وعندي العدد هنايا الاساس سالب والاس موجب زوجي، اذا غيكون موجب لازم. اذا غنحيد هادشي. دابا غندير درسو الاشاره ديالنا، غادي نحلو واحد القوس بحال هكا وغنديرو عندنا ناقص ناقص مضروبة زائد كتعطيني ناقص مضروبة زائد اللي بقى ليا، إذا هادو بجوج غنديرهم هنا أحسن، هادو بجوج غادي نجمعهم ويعطيونا ناقص، والناقص مضروبة زائد اللي هي هادي غادي تعطيني الخارجية اللي هو ناقص ماشي. عاوتاني غادي نجي للثانيين، هادو بجوج غادي يعطيوني ناقص، وهادو بجوج غادي يعطيوني زائد. وغنجي غادي نكتب هنايا ناقص مضروبه زائد، وغادي تعطيني الخارج ديالي اللي هو ناقص، وناقص قسم ناقص كتعطينا موجب، اذا الاشاره ديال العدد اشاره موجب. عندك تكون باقي ما تابونيتيش ولا ما درتيناش لايك، راه كنتسناو وما تمشيش بعيد، راه حنا مازالين معاك. دا ليكزيرسيس 27 غوكوبي اي كومبليتي، اذا نقلو الطابلو ديالنا وغادي نكومبليتي، عندنا العدد عندنا الانفيرس، اذا شنو هو الانفيرس؟ هو المقلوب. بحالاش مثلا عندي مثلا عندي واحد 12، المقلوب ديال العدد 12 هو 1 على 12، صافي هذا هو الانفيرس. دابا هنا 2 على 3 الانفيرس ديالو هو 3 على 2، عندي ناقص 4 على 5 الانفيرس ديالو هو ناقص 5 على 4، عندي هنايا 5 على 8 هو 8 على 5، عندي هنا ناقص 13 على 6 غنديرو ناقص 13 على 6، عندنا هنا 41 بحال درنا 12 بحال اللي كنقولو 41 على 1 يعني 1 على 41، هنا ناقص 36 يعني العكس ديال هادي غتولي ناقص 1 على 56، هنا 2.10 المقلوب هادي هي اللي عندنا 2.8 يعني بحال اللي كنقولوا 28 على 10، يعني هي 10 على 28 المقلوب ديالها، هذه المقلوب ديالها هي 1 على 2.8. إذا ليكزارسيس 28 لو بخي دون بواط دو شوكولا كونتيان 15 كارو دو بخي دو 22.5 درهم، إي أون أوطخ بواط دو ميم مارك كونتيان 20 كارو أو بخي دو 24.2 درهم، إذا إسكو لو بخي دان مورسو إي لو ميم دون لي دو بواط؟ إذا عندنا واحد جوج بواط ديال الشوكولا، الأولى فيها 15 كارو والثمن ديالها هي 22.5، والثانية فيها 20 كارو نفس لامار نفس ماركة 20 كارو والثمن ديالها ديال 24.5. السؤال المطروح واش الموصل الواحد ديال الشوكولا في لي دو بوا واش نفس الثمن؟ إذا باش نعرفو حنا خاصنا نحسبو البري ديال بواطة وحدة، يعني شنو؟ قالنا في البريميير بواط غنديرو برومي بواط ولا بريميير بواط، بريميير
بواط ديال الشوكولا عندنا 15 الكارو دايرين الثمن ديال 22.5. غنديروها بطريقه اخرى باش نفهمو مزيان، يعني في البواطه عندي 15 المورصو وداير الثمن ديالهم 22.5 درهم. مزيان، دابا حنايا كنقلبو على الثمن ديال ان مورصو، يعني مورصو واحد شحال غادي يكون داير للبري اكس. يعني غنجيو لهنا وغادي نحسبو بطريقة ثلاثية، اكس كيساوي 15 كيساوي 1 مضروب 22.5 مقسومة على 15. إذن إكس كيساوي 1.2 تقريبا، 1.5 ماشي 2 درهم، إذن 1.5 درهم للمورصو واحد. دابا في البواط الثاني، يعني هنا بواط مزيان فوالا مزيان بواط نفس الشكل. شنو قالوا لينا؟ قالوا لنا بان 20 مورصو كيديروا الثمن ديال 24.2 درهم. إذا نقلبوا على المورصو الواحد شحال كيساوي؟ إذا المورصو الواحد كيساوي لينا إكس، وبالتالي غادي نقلبوا على فالو ديال إكس، غتعطينا هي 1 مضروب في 24.2 مقسومة على 20. إذا لا فالو ديال إكس هنا نلقاها كتساوي لي 1.21 درهم للمورصو واحد، وبالتالي ما عندهمش نفس الثمن ديال المورصو، يعني الثمن ديال المورصو مخالف. اذا اكزرسيس 29، لو بروفيسور دو مات دو دوزيام اني ا دوموندي ا دو زيليف سي لا بارتي كولوري دون لي دو. هنا مبان فيهش شي بارتي كولوري تاع الجوج، فيغوري اي ريبريزونتي بار لو ميم فونكسيون. انا مبان فيهش الا كانت ملونه عندكم ولا شي حاجه، انا مبان ليا والو. دونك قال لي دوني لي ريبونس دي دو كا. حنا غادي نفترضوا اننا مثلا عندنا شي حاجه ملونه من هنا، نفترضوا. دونك هنا قال لي دوني لي دو ريبونس، حنا غادي نفترضوا غادي نعطيو المعنى، ولكن تبني الا كان عندكم الاول راه غديروا نفس الطريقه. فوالا، إذا الكارو الطابلو الأول فيه تقريبا 15 الكارو، يعني حنا شنو كنعرفو على واحد لافراكسيون؟ يعني عندو 15 الكارو، وهنايا إلا جمعنا 1 2 3 4 5 في السطورة يعطينا المقام 30 كارو. إذا باش يكون عندنا واحد الكوتيون اللي عندو نفس لا ريزولتا أو نفس الحال منسخنش، خاص يكون عندهم هادو نفس المقام. يعني إذا خديت مثلا أنا هنايا 10 ديال، خديت مثلا هادو 10 ديال الكاروات، يعني 10 ديال الكاروات خديتهم من 30، شحال غادي يمثلوا ليا فهاد ديال 15؟ هنايا شنو الملاحظة اللي كتلاحظوا؟ من 15 ل 30 درنا المولتيبليكاسيون فوا 2، يعني من 10 المقام اللي غيكون عندي هنايا غادي ندير ياش لا ديفيزيون باغ دو. مزيان، وغتولي ليا لا ريزولتا ديالي هنا اللي هي 5، والخارج ديالهم بجوج اللي غيكون عندهم نفس لاكوسيون غيكون هو 1 هو 1. هذا غادي نختزلو بلو 5، عندها غنولي لكم هنا غيولي هنايا 5 على 5 هو 3، وهذا غادي يولي 5 و 2 هي 10 على 3 و 10 هي 3. غادي نجيو سيدي هنا غادي نختزلو، غنسامبليفيو هنايا ب 5 وهنا ب 5، وغيبقى لي العدد ديالي هو 1 على 3.
غنجي لهنايا غادي نسامبليفي هاد العشرة هادي بعدا شنا هي عشرة بلاتي غادي حتى هي غادي نبسطوها عشرة هي خمسة ونضربها في جوج ماشي يعني غادي نجي ونسامبليفي بيها غادي نسامبليفي بجوج مشات وبالخمسة مشات وغيبقى لي العدد ديالي واحد على ثلاثة إذا هما ولاو عندهم نفس الخارج واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة إذا الخارج ديالي هو واحد على ثلاثة كنتمنى أنكم فهمتم مزيان ليكتاسيون من تصحيح ديال التمارين 24 25 26 27 28 29 تسعينات ما تنساش أنك تبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك ودير لنا لايك تحفيزي باش نكونوا معك على طول خليتكم على خير.